وقد أكد عبد اللطيف بن ملوك رئيس المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه تمت معالجة أكثر من 1470 قضية وتوقيف أكثر من 740 شخصا في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية. فيما يتعلق بالحصيلة التي سجلها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتحديدا المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، فكما ورد بتقريركم فإنه قد تم تسجيل حوالي 1471 قضية إجمالية. هذه القضايا شملت مجموعة من الجرائم بما فيها الرشوة، استغلال النفوذ، اختلاس أموال العمومية، جرائم الشيكات إلى غير ذلك من الجرائم التي تبقى ذات طابع اقتصادي ومالي. تخللها كذلك عدد جد مهم من القضايا المتعلقة بغسل الأموال، بحيث أنه بالنظر لخصوصية هذا المكتب فقد تم حصر الملفات وتكليفه لوحده بإنجاز هذه القضايا المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى الفرق الجهوية الأربع التابعة للفرقة الوطنية. وفي إطار التعاون الدولي غالبا ما أن مختلف الإنابات القضائية الدولية التي تحال في مجال الاقتصادي والمالي يتم تكليف هذا المكتب بإنجازها، وبالتالي يستقبل الوفود الأجنبية للحرص على تنفيذ تلك الإنابات بالتعاون مع سلطة إنفاذ القانون في المغرب.